نحن أنهينا العرض الأول بسؤال هل تسمح أوروبا التقليدية المحافظة؟ نحن بنعرف أن أوروبا يعني تسمى يعني بالقارة العجوز، هل ستسمح بالفعل بعلو صوت اليمين هناك رأيك؟ أعتقد الآن نعم، لأن المسألة لا تتعلق بأنه سماح لليمين بقدر ما هي ضعف الأحزاب الكلاسيكية التقليدية. مثلا في فرنسا الجمهوريين والاشتراكيين الآن في أسوأ حالاتهم. ماكرون الذي طرح نفسه كتيار الوسط وهو الذي وعد الكثير بالنسبة للفرنسيين، هناك حالة غضب شعبية بأنه لم يحقق ما وعد، وبالتالي هناك اصطياد لأخطاء اليمين أو أخطاء الوسط من قبل اليمين المتطرف أو أقصى اليمين. النقطة الثانية بأنه إيطاليا الآن لديك أقصى اليمين أو اليمين المتطرف، هولندا أيضا الآن اليمين المتطرف موجود فيها، هنغاريا بطبيعة الحال، والنمسا أيضا بحسب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي أيضا اليمين المتطرف حل أولا. المفاجأة كانت ألمانيا أيضا بأنه البديل من أجل ألمانيا الذي كان في أسوأ حالته حل ثانيا، وقبل الحزب الحاكم الإسبيدي، يعني ما يشترك فيه الإسبيدي مع حزب النهضة والجمهورية سابقا إلى بما يتعلق بالنسبة لماكرون في أنهم حلوا في المركز الثالث في الانتخابات بعد اليمين المتطرف وبعد المنافسين بالنسبة لهم. ولذلك الآن هناك حالة أعتقد من محاولة تجريب الفكر الآخر أو ما كانوا يخشون منه دائما، وهو ما يتعلق بأقصى اليمين وسياساتهم، خاصة من الخطاب الحمائي بين قوسين أصبح هو الغالب بأنه لا يجب أن ندفع الثمن الأخطاء في المفوضية الأوروبية أو ما عرف بأخطاء العقوبات على روسيا مثلا التي دفع فيها ثمن اقتصادي، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعزيز لي الخطاب القومي كما يرى جزء كبير منهم الآن. دكتور ريان، يعني جدا مهم النقطة اللي ذكرها أستاذ ناصر، أنه بالفعل هناك فرصة اليوم لليمين المتطرف في أوروبا، يعني في له باب أن يدخل ويتحكم ربما. هلأ نحن كل فترة يعني في كان دورات لليمين في أوروبا بالصعود وعودة النزول، اليوم هل اقتصاديا أوروبا قادرة تتحمل أو هو شيء إيجابي لأن يستلم اليمين؟ أنا لا أريد أن أعتبر بأنه استلام اليمين قد يكون سلبي لأوروبا، كيف بتشوف الأمور اقتصاديا؟ على المستوى الاقتصادي أنا بشوفه كسلبي، لأنه خلينا نحكي عن اليمين المتطرف بفرنسا. واحد من أهم النقاط بالأجندة تبع اليمين المتطرف بفرنسا هو الخروج من الاتحاد الأوروبي وعدم استخدام اليورو. هذا الموضوع هذا الوعد صحيح؟ لوبين تخلت عن هذا الوعد أو الاستفتاء أو التوجه؟ يعني أنا بشك كتير تكون تخلت عنه، لأنه هيدا جزء من المطالب الانتخابية لليمين المتطرف في فرنسا. يعني أنا ربيت بفرنسا، رحت على المدرسة في فرنسا وبالجامعة، بأكد لك اليمين المتطرف هيدي فكرة ما بيتخلوا عنها أبدا. هني كتير متشددين بهذا الموضوع، إن كانت تخلت عليه لحتى تكسب شوية يعني ناخبين من اليمين ومن اليسار، أنا بستبعد كتير أنه تتخلى عن هذا الموضوع تماما. نعم. طب أنا بدي أسألك سؤال، جورجيا ميلوني اللي هي رئيسة الوزراء في إيطاليا، قبل ما تطلع خطاباتها كانت أقل ما يقال عنها نارية، ضد أوروبا وضد 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 كل المبادئ الأوروبية، بس لما استلمت فعليا لم تقم بإجراء واحد يضر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. أنت كيف شفت؟ يعني هل تعتقد بأنه علو الصوت اليوم حتى يستلموا السلطة ومن بعد ذلك بيرجعوا على بزنس أز يوجول أو لا؟ هلا بالنسبة لإيطاليا، أنا بالنسبة لي اليوم إيطاليا وضعها أفضل من قبل. يعني اليوم الطريقة اللي عم تحكم فيها هي مثل ما تفضلتي هي ممتازة، يعني عم تكون مودريت، خلينا نقول ما عم تكون معتدلة أكثر ما هي متطرفة. بس بنشوف بدول أخرى مثل النمسا مثلا أو هولندا، شفنا وضع تاني تماما، يعني كان في خطابات نارية وتم تطبيقها بالفعل. بالنسبة لفرنسا اليوم، فرنسا الوضع يعني شوي واصل للإكستريمز، يعني بالنسبة للهجرة غير الشرعية اللي هي سببت صعود اليمين المتطرف بالنهاية، والهجرة الغير الشرعية هي جاية لأنه بده يتم نشر الديمقراطية بعدد من الدول العربية، فبدنا نستقبل مهاجرين من هذه الدول لحتى نشجع الديمقراطية فيها، وهذه سببت بصعود العربية وأيضا وغيرها وغيرها. نعم، فاليوم المواطن الأوروبي يعني إيه مستاء من هذا الموضوع، لأنه هذا مرتبط بارتفاع الجريمة، هذا ما في يعني ما فينا نتخبى وراء، هذا عم يصير، وكثير منه بسبب الهجرة غير الشرعية اللي يعني بيطلعوا بقوارب وبيجذفوا. يعني اللي عم يطلع بقارب ويجذف ويخاطر بحياته هيدا شخص ما عنده شيء يخسره، بينما خلينا نشوف الطبيب اللي متزوج عنده ولدين وقاعد ومستقر، هيدا ما رح يطلع بقارب ويجذف ويقطع البحر مشان يعمل هجرة غير شرعية. طب هلا انا بقى يعني خلوني اخذ شوي من وجهة نظر وطنية، خلينا نقول خلوني العب دور محامي الشيطان.
لما أنا بكون أنا مواطن أوروبي وعم شوف مين عم بيجي عم بيقاسمني على الرزق على موارد الدولة، لأنه لما الاستقبال اللي عم بصير هدول الهجرة إن كانت شرعية أو إن كانت غير شرعية، ونحن هنا عم نتحدث عن الهجرة الشرعية أكثر، عم بيكون في استهلاك لموارد الدولة اللي هي أصلاً وضعة مش كتير منيح. يعني هلأ الوضع الاقتصادي بالعالم كله مر على فترة طويلة من وقت كورونا وحتى الآن بوضع سيء، جاءتهم بعد الأزمة الأوكرانية الروسية التي أيضا رفعت عليهم الأسعار بشكل كبير جدا، وكان في إساءة في الإدارة. اليوم نحن عم نشوف أنه حتى الناخب التقليدي انتقل، يعني الناخب التقليدي اللي هو يمكن حتى مش يسار، هو ممكن وسط، بدأ يميل اليمين. هل هذا الكلام صحيح؟ أنا أختلف مع هذا الكلام لنقطتين. النقطة الأولى بأنه في الأرقام ما تقول الحكومة الألمانية بأنه هم بحاجة إلى 400 ألف يد عاملة سنويا، وبالتالي هذه اليد العاملة ستأتي من الهجرة سواء كانت شرعية أو غير شرعية، مع مراعاة ترحيل الخطرين والمجرمين والمتطرفين. يعني لا يمكن بأنه تترك المجرمين والمتطرفين والعصابات المافيا وثم ترحل الأمر بالنسبة للهجرة واللجوء. هذه نقطة. النقطة الثانية، أكبر موجة لجوء أتت إلى أوروبا 2015-2017، بعد ذلك لم يكن هناك موجات هجرة ولجوء، ورغم ذلك في الانتخابات في فرنسا وألمانيا لم ينجح اليمين المتطرف، لأنه النقطة خطاب الهجرة هو خطاب فقط، ولكن حالة الغضب، يعني ليه اليمين المتطرف لماذا حصد حوالي 32% في 2024 بينما في 2022 فشل في الانتخابات؟ إذا كانت نفس الأمور، النقطة هنا اقتصادية، لأن تأثير حرب أوكرانيا على أو حرب روسيا وأوكرانيا وتأثير على الاقتصاد الأوروبي كان كبير جدا. الأوروبيين يرون بأن هذه الحكومات فشلت اقتصاديا. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي الأهم، لا يمكن لا لفرنسا ولا لإيطاليا ولا لأي دولة، كما تقول يقول الأوروبيين ميلوني نفسه قال ذلك، لا يمكن لفرنسا أن تذهب إلى أفريقيا وتستفيد بين قوسين من الثروات الأفريقية ثم تقول بأنه أنا لن أتعامل مع مسألة الهجرة، لأنه فرنسا أقل دولة تستقبل مهاجرين في كل أوروبا مقارنة بإيطاليا مقارنة بألمانيا، ولذلك هذه نقطة الخلاف الألمانية الإيطالية مع فرنسا، وكل من أو أغلب من تستقبلون فرنسا ليسوا من دول فيها مشاكل بسبب الديمقراطية، بل هم في دول من دول أفريقية، فرنسا تسببت بهذه المآسي في أفريقيا، وبالتالي عليها أن تتعامل مع هذه النقطة بشكل كبير. المسألة أنا أعتقد هي اقتصادية، حالة من الفشل الاقتصادي عبر عنها المواطن الأوروبي، لأنه كما ضربت مثال كان لدينا انتخابات قبل سنتين وفشل فيها اليمين المتطرف، الآن في هذه الانتخابات اليمين المتطرف نجح لأنه ركز على القضايا الاقتصادية، ركز على القضايا القومية، ركز على نقطة أيضا بأنه مخاطبة الشباب، لأنه الآن في فرنسا كما تعرف حضرتك يسمى بجيل التيك توك في بالنسبة لخطاب اليمين المتطرف، وخاصة بارديلا ذلك الشاب الذي يحاول أن يخاطبهم، بينما ماكرون اعتمد على أنه إما أنا وإما اليمين المتطرف. المقامرة اللي نجحت 2017-2022 فشلت 2024. تمام. في مستهل إجابتك الأولى عم تحكي عن ما ينادي به اليمين المتطرف، برأيك اليوم في حال أنت فرنسي، لمين ما رح أسألك لمين انتخبت ممكن أحرجك عن الهواء، بس اليوم إذا ما بالفعل اليمين الفرنسي من استلم وبقيادة ماري لوبان، ونحن نعرف بأنه عائلة لوبان أصلا بنت كل الليجاسي تبعها على أساس المهاجرين ورفضها وخلق فرنسا الصافية كما يقال. اليوم شو هي الأولويات لليمين في فرنسا؟ الأولويات الاقتصادية والأهم والأبرز برأيك؟ بالنسبة لإلهم هني عم يلعبوا على وتر الأمن. يعني إذا منشوف كل على تويتر على فيسبوك وكل على إنستغرام كل شيء عم يحكوا فيه بيفرجوك كليبس عن جرائم عم يرتكبوها مهاجرين غير شرعيين، عم يلعبوا لعبة هيدا الأمن. وعشان هيك بارديلا إذا منشوف عدد الناخبين شو رأيك بباردلا صحيح؟ أنا لا ما تحرجيني. معظم الناخبين لإله كانوا من الكبار بالعمر الغير مثقفين، إذا بتشوفي الدبلوم عندهم إياها الدبلوم الجامعي هو عمره 28 سنة صح؟ نعم هو عمره 28 سنة يعني ما بعرف 28 سنة يعني بدون شاب ما بفهم الواحد كيف بده يدير بلد بكل صراحة. يعني حلو الشباب وبدنا زخم الشباب، بس عم نحكي عن إدارة الدولة، إدارة الدولة هيدي بدها خبرة، والخبرة لا تكسب إلا مع العمر. وبنقي نحن اليوم فرنسا بحاجة لرجال دولي مثل ما كان عندنا جورج بومبيدو، جاك شيراك، فرانسوا ميتيران، هودي الرجال الكبار،
الرجال الدولي ما عادوا موجودين. وعشان هيك اليوم الشباب الفرنسي عم يترك فرنسا، عم يروح على لندن، عم يروح على كندا، عم يشي على دبي. في هجرة عم تصير للشباب الفرنسي، عم يخلصوا جامعة وعم يسافروا فورا. صح، حتى يعني ضمن أرقام اللي ممكن تشاركنا حتى ببعض الأرقام الألمانية، أرقام الطليان الجالية الإيطالية ارتفعت بشكل كبير جدا بالإمارات. إحنا قليل ما كنا نشوف إيطاليين بيشتغلوا هون، هلا بتشوفهم حتى يعني مستعدين أن يعملوا بأي شيء. يعني الرقم كتير زاد وارتفع بشكل كبير. هلا طبعا إضافة إلى أنه الإمارات وغيرها من دول الخليج كالمملكة العربية السعودية وقطر والكويت عم بتعطي فرص. بس لبنى الواحد ما بيترك دولته، ما بيهاجر، بياخذ كل شيء إلا إذا عم ينتقل على شيء أفضل بكتير من الدولة اللي هو خلقان فيها وعايش فيها. جميل. اليوم التأثير في حال بالفعل اليمين استلم في أوروبا، ما هي التأثيرات برأيك اللي رح نشوفها جلية وواضحة، سلبية يعني وإيجابية؟ إيجابية صعب. يعني في صعب، في صعب. يعني في اتفاق أنه ما في شيء إيجابي بالموضوع. أنا أعتقد أنه هي الصدمة، يعني صدمة أنه اليمين المتطرف يستلم الحكم لازم أنه يصير. يعني يجب أنه خلاص ينتهي الأمر. يعني إذا بدك نفس تجربة الإخوان في مصر بأنه استلموا وأثبتوا فشلهم ورحلوا، نفس الأمر بالنسبة لي اليمين المتطرف في فرنسا، لأنه عنده الآن 3 سنين، ما عندهم 5 سنين لينفذوا سياساتهم. ماكرون مقيدهم بجهة، يعني ماكرون كان أيضا كان ذكي بإحراقهم، إذا نجحوا بإحراقهم أيضا بأسوأ الاحتمالات حتى انتخابات 27 حتى تكون هناك أحزاب أخرى. النقطة الثانية، التأثيرات السلبية ستكون أولا فيما يتعلق في العلاقات بين الدول الأوروبية، لأنه هذه الدول الأوروبية هي أساسا في بينها الشرق. سيكون هناك تأثيرات بالنسبة لي على العلاقة مع بروكسل، بالنسبة لي لوبين، وبالنسبة لي بارديلا، وبالنسبة لي الآن لديك ثلاثي رأس حربة، هولندا، فرنسا، إيطاليا. نحن لا نتحدث عن هنغاريا، نحن نتحدث عن دول مؤثرة في المفوضية الأوروبية. العلاقة مع الولايات المتحدة ستكون أيضا متوترة، لأن لوبين متهمة أساسا مثلا بأنه هي مولت ب3 مليون يورو من روسيا في مرحلة ما، وبالتالي لن تكون علاقتها مع روسيا ونظرتها لروسيا بشكل أسوأ. الأوضاع الاقتصادية أعتقد بأنه أيضا ستتلقى صدمة، ولكن هذا يعتمد على السياسات التي ستتبعها لوبين. ميلوني حاولت، كان لديها خطاب كبير سيء، ثم عندما وضعت الأوراق أمامها، أوراق الواقعية، وجدت بأنه لا يمكن أن تسير سوى بخط دراجي، ونفس الأمر يمكن أن يفعل بارديلا وأن تفعل ميلوني. هم سيلعبون أعتقد بأنه إيجابيا، قد نرى تأثيرات إيجابية مؤقتة، يعني سيلعبون على مثلا تخفيض الضرائب، أن يكون هناك محاولة لرفع الدعم أو مثلا رفع الأعباء عن فواتير الطاقة، محاولة مثلا زيادة الحد الأدنى للأجور، هذه إيجابية في داخل فرنسا. ولكن على المدى البعيد ستزيد من أعباء الدين العام، سيكون هناك كثير من المشاكل. النقطة الإيجابية الأخرى، يعني هنا إيجابية سلبية، بأنه سيحاولون تعديل سياسات فرنسا خارجيا، وإن كانت بالسلب أو بالإيجاب، لأنهم يرون بأنه مثلا فرنسا تراجع دورها كبيرا، وهي بقيت خلف الولايات المتحدة أو أوروبا بجميعها، خسارة نفوذهم في أفريقيا، خسارة نفوذهم في الشرق الأوسط، كل هذا سيحاولون أن يعيدوا ترتيب هذه الأوراق، ولذلك هناك ربما تكون فرص أكبر. حديثنا طويل طبعا. أنا أشكرك رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير، وأيضا ضيفنا الدكتور ريان لمن، الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن. يعني خلص الوقت وما حسينا في راح 20 دقيقة. شكرا جزيلا لكم. شكرا.